دكتور، اول سؤال هسأله هو السؤال التقليدي، بس في الحقيقة ناس كتير قوي بتبقى حابة يعني نبدأ بالسؤال ده، وهو فوائد الصيام. هل الصيام مفيد لكل الناس، ولا في ناس الصيام بالنسبة لها هيبقى فيه مشاكل؟ زمان كنا فاهمين ان الصيام له اضرار، كنا فاكرين ان الصيام ليه مشكله مع الجفاف والكلى والكبد. ده كان مفهوم بسيط، وكنا متاكدين او كن بيعلمونا في المدارس اللي هو اللي يشعر الفقير الغني بالفقير. الكلام ده النهارده لما ادركنا العلم، بقى العلم الحقيقي اللي ملوش علاقه بالثقافات ولا باي حاجه تانية، ادركنا ان الصيام ده نعمة وفائدة لينا، وبقينا نستخدمه في العلاج. يعني حضرتك بتستخدم الصيام لحاجات كتير جدا للعلاج. حضرتك بتستخدميه النهاردة للديتوكس. احنا بنروح بره، بنسافر في اماكن في اوروبا علشان نعمل الديتوكس بالصيام. ربنا مديهولنا شهر هدية في السنة، وممكن نعمله بطريقتنا بقى، مش لازم نسافر عشان ناخد الديتوكس وناخد طريقة الطعام اللي هو بيديهولك، اللي احنا المفروض نعملها كصيام. تاني حاجة، هو بيزود لك حاجة، هرمون اسمه الجروث هرمون، وهرمون الجوع الجريلين، هرمون النمو والجريلين هرمون. لقينا ان مع وجود هذه الهرمونات، ونستخدمها طبعا في ناس كتير جدا، بعيدا عن الصغيرين اللي عندهم مشاكل النمو او خلافه، لا الكبار لما بيستخدموه، لان الهرمون ده بينقص مع الكبر، وده من اسباب ظهور علامات الشيخوخة. الصيام بيزوده، فبيقلل حدوث الشيخوخة، بيزود نضارة الوجه عكس ما احنا متخيلين. فاحنا بنتكلم على ديتوكس وبنتكلم على تأخير الشيخوخة. الصيام أهم محفز للمناعة، حاجة اسمها innate immunity، المناعة الذاتية، اللي هي أهم طريقة مناعة موجودة للحفاظ على الجسد، مش المناعة الموجهة. احنا عندنا أربع أنواع من المناعات. في مناعة موجهة، دي حضرتك بتاخدي التطعيم ضد المرض ده، فانت مش هيجيلك المرض ده. لو جالك المرض ابن عمه هيبقى هيتمرضي لا قدر الله. في مناعه مجتمعيه، لما ناخد التطعيم بتاع 70% من سكان الكره، المكان اللي احنا عايشين فيه ياخد التطعيم بتاع هذا المرض، فاحنا خدنا مناعه جمعيه. في ناس مش عارفه تعمل الاجسام المناعيه دي، فاحنا بنحضر لهم الاجسام المناعيه دي في من انسان اخر او من حيوان. زي التيتانوس، تعورنا بالتيتانوس، فاحنا بندي اجسام مناعيه النهارده. اما المناعه الذاتيه دي اللي احنا بنجهلها وبنتناساها كثيرا، دي ما نقدرش نزودها، هي دي نقدر نحافظ عليها. طب وهي دي اللي بتتحسن مع الصيام؟ هي دي اهم شيء، يعني اهم حاجه ليها في الدنيا الصيام والنوم. يعني اهم محفزات ليها، ونمط الغذاء اللي احنا عايزين نستخدمه كديتوكس، اللي احنا عايزين بدل ما نسافر بره نستخدمه، عايزين نستخدمه جوه الصيام. وانا ليه محتاج حد يعلمني ديتوكس؟ ليه محتاج حد يعمل لي ديتوكس؟ انا هقدر اعمله من هذا الكلام، العلم اثبت ده، ونقدر نعمله في عاداتنا الشخصيه. واهم حاجه تبوظ لنا الصيام امتلاء البطن. يعني اللي انا بعمله طول الصوم ما ينفعش اجي اهده في وقت الفطار بعاداتنا التقليديه بتاعتنا. بس قبل ما اقول احنا ازاي بنهده، وازاي بيبقى عندنا امتلاء، وازاي بيبقى عندنا حموضه وشعور بالانتفاخ وامراض القولون وخلافه، هقول لحضرتك الفايده الرابعه للصيام. احنا قلنا اول حاجه ديتوكس، وده كان مهم جدا بالنسبه لنا، وقلنا الشيخوخه، وقلنا المناعه. نسينا او بنتناسى دائما امراض القلب والجهاز الهضمي والكوليسترول والحاجات ده اللي احنا كنا دايما نقوله رقم واحد، بس ده مش مهم. تخيلي، هو ده عشان كده احنا حطينا الترتيب في هذا الامر. هل مريض السكر بيستفيد من الصيام؟ ده مؤكد. هل مريض القلب بيستفيد من الصيام؟ ده من المؤكد. هل مريض الجهاز الهضمي بشكل عام بيستفيد من الصيام، بالذات مريض الارتجاع، مريض الشعور بالانتفاخ او امراض القولون؟ من المؤكد ان دي الفايده اللي احنا دايما كنا بنركز فيها على مر السنين السابقه، وكنا بنتناسى اهم فوائد الصيام. طيب، وده اللي خلانا في الفتره الاخيره نسمع الاجانب بيتكلموا على الصيام وفوائده. يعني الاجانب دلوقتي كتير جدا ان هو بينزل الوزن، كتير جدا منهم بيتكلموا، ما دي حاجات على في البند الرابع اللي احنا بنستخدمه، على فوائد الصيام اللي احنا اصلا احنا بنعمله، لانه ده جزء من ديننا وجزء من الفرائض المفروضة علينا، ولكن هم بيتكلموا عليه
على انه هو حاجه من وجهه نظر العلم. بالظبط صحيح، من وجهه نظر العلم. واحنا دايما يعني عايز واحنا بنوجه كلامنا للناس اللي بتسمعنا، انا مش حاططهم في نطاق ديني، انا بقول فوائد الصيام بعيدا عن الدين. ما احنا لو ربطنا هذه الامرين هنربطه بقى، هنقول دي هديه من ربنا ان هو اداها لنا واحنا ما كناش مدركينها. صحيح، ده الجزء الفلسفي في الامر، لكن اللي يعنينا الجزء العلمي بقى. ما في ناس علميين عايزين الموضوع بشكل علمي موحد، ودي ناس عايشه يعني في وسط حقهم. يعني انا عايز اعرف وجهه نظر العلم، هي مش حلقه دينيه، هي وجهه نظر العلم في الصيام. فده اللي احنا بنقوله لهم النهارده، احنا طالعين نقول لهم المعلومات دي ونغير لهم المفاهيم القديمه. صحيح. الثقافيه. صحيح. اللي هي ما كانش ليها جدوى حقيقيه داخل الموضوع. يعني كانت اجتهادات، فاحنا النهارده بقينا نقول بقى لا، بعيدا عن الاجتهادات، نحن الان لا نقول اجتهادات ولا رؤيه خاصه، احنا بنقول كلام رؤيه علميه مكتوب. صحيح. منتهي الكلام فيه. طيب احنا دلوقتي قلنا انه الصيام ليه فوائد، ليه فوائد للناس اللي بتعاني من امراض مزمنه زي السكر، زي القلب، زي الارتجاع، زي هو ده بيجي ازاي؟ عن طريق نزول الوزن. صحيح. بس انا هبوظ كل الفوائد اللي انا قلتها دي بامتلاء البطن مرة واحدة. ما أنا عايزة أقول بقى كده، عايزة أقول إنه الصيام ليه فوائد كتير زي اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، ولكن إحنا بطريقتنا لماذا لا نستفيد من الصيام بهذه الطريقة؟ بنطلع من رمضان حقيقي، أنا عايزة أقول كده، معظم الناس، أنا مش هعمم، ولكن ثلاث أرباع الناس بتطلع من رمضان تعبانة جدا، جهازها الهضمي وزنها زيادة. وزنها زيادة، عندها مشاكل زي اللي احنا قلناها دلوقتي، ارتجاع، امتلاء، سوء هضم، واحنا ما بنبقاش فاهمين طب هو ازاي الصيام مفيد، وازاي احنا بنطلع من الصيام او من الشهر الكريم واحنا عندنا كل المشاكل الصحية دي، لانه اكيد هنا بقى احنا بنعمل حاجة غلط، لان احنا استخدمنا عادات وثقافات قديمة متوارثة. هي حلاوة مصر او حلاوة الصيام مش هتحسيها غير في مصر، ده حقيقي. الحقيقة احنا انا شفت الصيام في اماكن كثيرة من العالم، الحقيقة لن تجدي حلاوة للصيام. مصر حلوة بأهلها وبجوها، ومش مش بس الطقس يعني، وناسها يا دكتور، ناسها. مصر كده جميلة يعني، فيها روح، فيها يعني ليها كتالوج خاص جدا لن تجديه في أي مكان. يعني ما أقدرش أقول مثلا السودان حلوة للسودانيين، لا، هي مصر حلوه لكل الناس. صحيح، العالم كله. لكن ورمضان في مصر حاجه تانية. ورمضان في مصر دي حاجه تانية. دي حقيقه. صحيح. لن نجد في حاجه في الدنيا، لا مش لكوننا مصريين، هي مصر ليها روح. وعلى فكره كتير من الناس العرب والاجانب دايما يقولوا اللي حياتك بتقوله، ومتاكدين من ذلك وبيحبوها. مصر ليها طعم وروح مختلفه تماما، خاصه طبعا في شهر رمضان. طيب احنا بقى عايزين ندخل رمضان ونخرج منه واحنا مش تعبانين، احنا عايزين نستفيد من يعني مش عايزه اقول الحاجه الجميله اللي ربنا اداها لنا وهي الصيام، عايزين نستفيد منها زي ما الاجانب بيستفيدوا منها، احنا عايزين كمان نطلع مستفيدين. فحياتك قول لنا بقى ايه الاخطاء اللي احنا بنعملها بسبب ان رمضان في مصر حاجه تانية، بسبب كرامنا مثلا، بسبب ان احنا بنحب سفره رمضان دي تبقى مليانه. سفره رمضان دي شوفي الزقاق والحاره المصريه. ايوه، يعني الجو ده مش هنشوفه في اي حته في الدنيا. طب احنا بنعمل ايه؟ هي حلاوه مصر في ده ان كل واحد فينا، المشكله ان احنا بناكل اكتر من طاقتنا، يعني احنا مش مؤهلين ان احنا ناكل الكم اللي احنا بناكله ده الحقيقه، عشان كده احنا بنطلع في الوزن. احنا مين قال ان احنا اول ما المدفع يدق نبتدي ناكل اللحوم والحاجات المسبكات والمقليات والمخبوزات؟ طب تعالوا نتكلم من وجهة نظر العلم عشان نترجمه إلى رمضان. يبقى نتكلم على المحفزات وفوائد الصيام وكيف استخدم الديتوكس. الديتوكس عدو الديتوكس المقليات، المخبوزات، الحلويات، الأكل السمين، الشوربة، الشوربة المياه الغازية، ده العدو. الشوربه لانها مليانه دهون، دسم، دهون الحيوان، السموم اللي تعرض ليها الحيوان على مر تاريخ الحيوان قبل ما يوصل لنا، واحنا عندنا رمضان سفره رمضان يعني شوربه، لازم نبدا بالشوربه. هي شوربه، هي منطق اخر. طيب تعالوا نتكلم ان دي طب ايه الحاجات اللي بتحفز المناعه؟ ايه فوائد القولون؟ ما انا عايز اجاوب الناس دي عشان اقول لهم ايه الاكل ازاي ناكل. ما هي احنا بنستطعم الاكل في بخمس انواع من الطعام، نحن عندنا خمس انواع من الطعام.
لا ندرك غيرهم. بعد ما بيعدي الثلث الاخير من اللسان يعني الشوربه زي اللحمه زي الفراخ زي البيض زي الرز زي المكرونه زي العيش زي الفطير زي احنا ما حسيناش، فاللذه وقت الطعام فقط، احنا بس دي عايزين نقولها للناس كلها. فلذه الشهوه للطعام موجوده على اللسان في 5 انواع من الطعام. طيب ليه احنا معلش ده سؤال بره شويه بره المنهج بره الحلقه، بس هو بيتعلق برضو بالاكل والطريقه اللي احنا ناكل بيها، بيتعلق بالناس اللي عندها شراهه في الاكل او بتحب الاكل بشكل زياده عن اللزوم. هو انا ليه بحس بمتعه فظيعه وانا باكل؟ انا واحده من الناس على فكره، وانا والدكتور اللي بيكلمك ده برضو يا دكتور بيحب الحلويات، وانا لو مظبوط كنت هبقى وزني زياده كده، ده احنا خرجنا بالشتاء وزننا زياده، احنا بناكل حلويات وبناكل حاجات غلط. انا يعني انا اللي بيكلمكم ده بيكلمكم كلام علمي نظري، هو مش عارف يطبقه على نفسه. انا عارف انها محتاجه جهاد نفسي يعني جهاد عظيم انك تتوقفي عن لذه الطعام. هي اللذه كلها في هذا الفم، هيزود لك الاندورفينز والانكافلنس، فدايما يديكي اللذه الوقتيه لهذا الطعام. وبعدين احنا بنوقف الاكل امتى؟ احنا بنوقف الاكل بعد ما نمتلئ مش نشبع. بعدين يعقوب ندم، هي لازم احنا بنندم على الاكل. فهو احنا بنشبع يعني لما وانا باكل وحسيت بالشبع انا امتلأت، ده اسمه الامتلاء. لكن انا لو بمضغ الاكل كويس فالشبع هيجي لي في ميعاد مناسب. ده في يعني تايم لاج للحاجات. حضرتك بتقصد لو احنا اخدنا وقت في المطبخ نمضغ كويس، لو ما كناش بسرعه هنشبع بقى هنشبع هنشبع اسرع اسرع عن فاحنا الاكل اللي بسرعه يعني عدم مضغ الاكل الاستعجال في اللذه واستمراريه اللذه لا احنا ده فاحنا المفروض ما نصلش لمرحله الشبع قطعيا، ممنوع. ده رقم واحد، ده بيخل بالمناعه الذاتيه وممنوع، وعايزين نتجنب. احنا قلنا الشهوه جايه من هنا، فالاندورفينز والانكافنز او الهرمونات اللي بتديكي سعاده جايه مرتبطه بنوعيه الطعام اللي في هذه المنطقه. احنا بس اللي احنا بنقوله ده الفسيولوجي بتاع خلق الله. يعني ده موجود في هولندا في كندا في امريكا في كل الاحوال، هو ده نفس الطعم لكل البشر. طيب فاحنا قلنا نتجنب ايه؟ طب ايه الاكل اللي احنا عايزين نبتدي بيه؟ مش في رمضان، دائما في الاكل. ايه الاكل اللي بيحسن لنا الديتوكس؟ ما احنا وبيحسن لنا المناعه الذاتيه. ده اللي انا اخده في الاعتبار. انا ليه اخد سعرات خاويه من اللي انا حكيتك عليه؟ مقليات، مخبوزات، حلويات، سمين، شوربه، مياه غازيه، عصاير. ده سعرات خاويه، سعرات كالوريز خاويه، علما بان ال 7500 سعر حراري يعملوا كيلو. فانا لو عايز اخس كيلو انا محتاج اخسر 7550 سعر حراري. لذه الطعام موجوده في اللسان. طب انا محتاج اكل اكل صحي بسعرات قليله. طيب احنا هديكوا امثله بس. بيضه مسلوقه 80 سعر حراري، بياض البيضه 20 سعر حراري، بيضه مقليه 250 سعر حراري، ربع فرخه مسلوقه منزوعه الجلد قبل الطهي بدون شوربه حوالي 250 سعر حراري. كده انا اخدت قد ايه بقى في الاكل؟ انا بس بحكي لك احنا انا بدي لا انا بدي امثله للطعام. مجرد ان انا غيرت في طريقه الطهي وعملتها مقليه احنا دخلنا في 700 و800 سعر حراري لربع الفرخه بجلدها. احنا كنا عايزين ننزع جلد وناخدها بدون شرب. انا بس احنا بندي امثله. موزاي على سبيل المثال 80 سعر حراري، تفاحه حوالي 80 سعر، احنا بنتكلم على حاجات صغيره، برتقانه حوالي 60 ل 70 سعر حراري. انا محتاج ما ازودش عن 1500 سعر حراري لو انا ما بعملش رياضه ومجهود. ده لو انا قاعد يعني لو انا شغلي قاعد تقريبا مكتبي انا شغلي مكتبي لو انا بعمل شويه حركه او حاجه محتاج ما ازودش عن 2000 سعر حراري على مدار اليوم عشان احافظ على الوزن مش عشان اخس. طب لو انا رياضي؟ ما هو نفس الكلام، مش حضرتك لو بتمشي ساعه هتفقدي كام سعر حراري؟ 250 سعر حراري. فاحنا عايزين نحافظ على عدد السعرات الحراريه، عايزين ناخد في بالنا السعرات الحراريه والغذاء الصحي. طيب ايه الغذاء الصحي اللي بيعمل لي ديتوكس؟ لما هنروح نسافر في الاماكن اللي بتعمل لنا ديتوكس هيديني بقول. تخيلي البقول من اهم حاجات الديتوكس، واهم نبات في البقول هو القهوه. القهوه اهم، وهي افضل مانع سرطان في التاريخ. واهم محفز للمناعه في التاريخ. دكتور حضرتك بتشرب كم فنجان قهوه في اليوم؟
فنجان فنجان واحد بس. لا لا واحد يعني بس هي من الناحيه العلميه من حقنا نشرب 80 فنجان قهوه، لكن مين اللي ما يشربش قهوه؟ اللي عنده اضطراب نوم، اللي عنده امراض القلق ودقات زياده في القلب مش او اللي مريض ضيق شرايين تاجيه، اللي عنده ارتجاع مريء، اللي عنده قرحه معده، ده اللي ما يشربش القهوه. لكن سؤال، فيما عدا ذلك كل الناس لو شربت قهوه بافراط ما عندناش مشكله. هي القهوه ليها طريقه في الشرب، معنى ايه؟ عايز اسال سؤالين. كلما كانت نيئه يعني تبقى مغليه ولا لا، ولا افضل اللي بوش؟ وتتاخد ممكن، في ناس يعني مثلا انا عامله صيام متقطع فانا ببدا يومي ما ينفعش اخد لبن ولا سكر، فببدا يومي بالقهوه، بس حاسه ان بعد شويه القهوه تعبتني لسه جدا. اللي احنا بنقول عليه اللي عنده قرحه معده وارتجاع مريء ما يبتديش بالقهوه، لكن ما عندوش ده مش هنقول له ما تبتديش عادي. القهوه كلما خدناها حبوب نيئه، حبوب طبيعيه، احنا استفدنا بمضادات الاكسده بتاعتها. كلما غليناها لما وصلنا انها بقت محروقه زي القهوه التركي اللي احنا بنعملها، ده احنا ده اسوء انواع القهوه. احنا قللنا كده من فوائدها، من البوليفينولز والفلافينولز اللي موجوده في هذه البقول. طيب تاني حاجه، عائله الورقيات. طبعا انا مش عايز اقول لكم الفول من اهم الحاجات، يعني كل ما هو داخل البقول وطريقه الطهي بتاعه البقول تكون مسلوقه يعني السوتيه او مشويه تورلي كده في الفرن، بس ما توصلش ان احنا نعمل لها شارنج، السواد بتاع الحاجات دي ده بيبوظ الحاجه. فالبقول اهم حاجه، الورقيات الخاص، الجرجير، الشبت. عندي سؤال مهم جدا بعد ما حياتك ارجوك يقولي يا فندم السؤال، بس لا بعد ما تقول على الورقيات والبقوليات، لانه في كلام احنا سمعناه مؤخرا، يعني كلام احنا مستغربينه جدا وبدا يلخبطنا كناس احنا مش دكاتره، لانه طالع كمان من دكتور، فالناس متلخبطه، لانه احنا متربيين على حاجات وعارفين حاجات بقالنا سنين طويله جدا، في كلام طالع بيقول عكس الحاجات دي خالص، فاحنا عايزين نكمل لكم الكلام ده. ماشي، فاحنا عايزين بعد ما حضرتك تتكلم الكلام ده، احنا عايزين نسال، عشان بجد حقيقي انا عندي صحاب بيكلموني وبيقولوا لي هند لازم تسالي في القصه دي، لان احنا بدانا نتلخبط. احنا نمشي ورا، انا مش عارفه هو حياتك عارف الكلام الجديد اللي بيتقال الغريب ولا حياتك ما سمعتش؟ انا اعلم العلم اللي مكتوب، اللي هو ستاندردايزد، اللي هو بقى حاجه اسمها كوكرين بيزد بير ريفيو، اللي هو خلاص انتهى استقر اليه العلم. انا النهارده مش جاي اديكوا نظريات ولا جاي اديكوا اراء شخصيه ولا ابحاث كتبت مثلا بحث او اتنين او خلافه، احنا بنقول الحاجات اللي استقر عليها العلم بشكل يقيني. هايل، وهو ده اللي احنا عايزينه. لكن الحاجات بقى اللي هو رأي هنا رأي هنا، ده كلام مش مظبوط. احنا عايزين نقول للناس القهوة على سبيل المثال، عايزين نقول للناس ده كلام مش مظبوط. القهوة بتقلل النقص، حطي فيها سمنة او يعني حاجات كريمرز، حطي فيها سكر تزود لك النقص. القهوة البقول كلها بتقلل النقص، ده كان كلام قديم ان احنا بنظن ان البقول بتزود النقص، دي حقيقة لا. تاني حاجة الورقيات، خس، جرجير، شبت، بقدونس، كرفس، بروكلي، وخضار، يعني الخضار والورقيات، سبانخ، كل ما هو خضار وورقيات ده غني بالفوليك اسيد والسيلينيوم والزنك وهذه المركبات الضروريه. طيب بعد كده عائله البصل والثوم، طبعا دول عائلتين مختلفتين، لم تختلف حضاره على البصل او الثوم. لم البيض، بيضه مسلوقه تحتوي على الذيازانسين وفيتامين د وكل والاوميجا وكل المركبات اللي احنا بندور عليها. محتاجين ناكل لحوم مره، لحوم حمراء مره كل 10 15 يوم. كويس جدا. بمقدار لا يزيد عن 150 جرام. قد ايه بقى ال 150؟ 150 جرام يعني حاجه قد كده. قد كده يا جماعه. يعني نص الكف. مظبوط. وبقيه الاسبوع احنا هناكله من بروتين نباتي، احنا محتاجين اللحوم سواء فراخ، ارانب، اسماك، مره كل 10 ايام علشان نحصل على الاحماض الامينيه الضروريه اللي موجودة في الحيواني. أما بقية الأحماض الأمينية الغير ضرورية بنحصل عليها من البروتين النباتي. وعائلة التوت في الآخر، دول الحاجات الديتوكس. فأنا لو أكلي عائلة التوت اللي هي الفراولة، الفراولة، البارز، الشارز، الحاجات دي كلها. وطبعا الفول السوداني، مش لازم أخد مكسرات على فكرة، احنا عندنا فول سوداني عظيم، اللب بتاعنا ده غني بالاوميجا وغني بهذه المركبات. دي المركبات اللي احنا بنستخدمها للديتوكس، ودي الحاجات اللي المفروض ان طبيعه الطعام بتاعنا تكون داخله هذا المركبات.
اما بقى تغليق طهي الطعام اللي هو البروسيسنج وتغيير شكل الطعام، مقليات، مخبوزات، حلويات، ده اسمه سعرات خاويه مضره، مؤكسدات تضر باللي احنا بنتكلم فيه. فالصيام لازم يدور. هل لازم يا دكتور؟ طيب ما هو اصل هنعمل ايه اذا كنت انا بدور على صحتي بمعنى وعايز افقد الشهوه بتاعت اللسان؟ انا بقصد ايه يا دكتور؟ ما هو انا لازم اسوي الاكل. انا كسبت دلوقتي بسمع حضرتك في البرنامج بقول طيب الطهي، طريقه الطهي هو الدكتور ما بيعملش كده، هو لا طريقه الطهي هتقلل من الفوائد اللي في الاكل، فانا بالتالي بس انا مضطره اطبخ الاكل. ابسط الناس اللي حواليا، ما هو الناس دي مش هتقبل اللي بيقوله الطبيب اذا كان الطبيب نفسه ما بيعملش كده في بيته ولا وسط اهله. ما هو ده كلام منطقي. احنا عايزين يعني نقرب، يعني مثلا هاكل الاكل الروز ازاي؟ هاكل الاكل ني ازاي؟ لا لا، ما هو الاكل اللي هو الكوسه مثلا هاكلها، لا الكوسه هاكلها مسلوقه. انا هاكلها نيه، انا هاكلها مسلوقه. ما احنا بنقول ني في ني ومسلوق ومشوي في الفرن، ما يوصلش لمرحله الشارينج. يعني طريقه الطهي تكون في هذا السياق. ني ده في الفاكهه، ني ده في السلطه، لكن مسلوق هيبقى في الكوسه، في بقيه المركبات، الخضروات كامله معاها بقول مسلوقه، يعني اللي هو يعني الطاجن الميكس مثلا الناس هتعمله. كلما زودنا الميكس من الحاجات بنستفيد بكل العناصر اللي فيها. ثمره واحده على فكره، احنا مش محتاجين اكتر من ثمره فاكهه واحده في اليوم كله لكل مواطن. على اقصى تقدير اللي هي في رمضان هتبقى بلحه لاثنين. يعني انا ما عندي اكتر من كده مش محتاجين. ده حجم الاحتياج. اي حاجه زادت عن ذلك ده سعرات زياده، فانا لازم احافظ على سعرات زياده. يعني هتتخزن، يعني هتتخزن حاجه في سمنه. فانا لازم ما ازودش عن السعرات الحراريه. استطعام الطعام ما يبقاش هو اللذه المقداريه الوحيده اللي انا بتعامل بيها مع شكل الطعام واقول انا اكيل الاكيل، ما ينفعش اقول كده. فلازم اوازن بين ده واعود ان انا استطعم الاكل الصحي. ده اول حاجه انا بواجه الكلام ده ليا ولكل الناس، يعني بما فيهم الدكتور، ما هو احنا مش كلنا بنقدر نعمل كده. فالتزام بالسعرات الحراريه وتعويد نفسي على الاكل الصحي بما فيهم استطعام الاكل الصحي. واللي احنا حكيناه ده الاكل الصحي. ثلاث حاجات لو استخدمناهم في رمضان، وده بقى البروتوكول اللي احنا هنمشي عليه، هنقلل المضاعفات الممكنه لكلمه امتلاء البطن، سعرات خاويه، اكسده للطعام، شكلي لما ببقى تخين او لما بتعرض لمؤكسدات بعجز اسرع. صحيح. يعني مش سؤال حضرتك اللي كنت عايزه تسالي هو لا ده انا ده السؤال ده انا لازم اساله لانه حقيقي حقيقي. انا في ناس مثلا تكلمني تقول لي هند انتوا ليه ما بتتكلموش عن الكلام الجديد اللي بقينا بنشوفه كتير جدا في فيد. انت شوقتيني يا هند ان انا اعرف الكلام الجديد. معقول يا دكتور حضرتك ما تعرفوش؟ عايز اسمع الكلام الجديد. لخبطنا كلنا الحقيقه، وما بقيناش عارفين الصح من الغلط. والمشكله انه بيعملوا دعايات ناس مشهوره. انت شوقتيني اكتر فاكتر فاحنا يعني متلخبطين بصراحه، وعايزين حضرتك تقول لنا وتجاوبنا وتنورنا. اتكلم على الكلام الجديد اللي انا ما اعرفوش. مش معقوله حضرتك ما سمعتوش الجديد؟ ما سمعتش عن الجديد. هو كلام غريب الحقيقه. الكلام بيقول انه احنا المفروض نعيش على السكريات، السكريات، ننسى الورقيات دي تماما لانها هي يعني بتتاكسد او بيبقى فيها عفونه جوه المعده، فبالتالي هي بتضرنا. ننسى الورقيات، ننسى الخضروات، الفلفل مثلا الالوان، حاجه زي الفلفل الالوان دي معموله عشان تبقى بس موجوده على الشجر للزينه زي الورد. يا حياتك سمعت الكلام. يبقى حياتك سمعت الكلام. وما تاكلوش الحاجات دي خالص، اعتمدوا في اكلكوا على المربى، السكريات، العصاير المحفوظة. أنا الكلام بالنسبة لي يعني زهقني. أنا عايز أقول لك على الكلام ده بيسعدني جدا. أنا ما صدقتهوش. لا أنا ما صدقتش الكلام، بس اللي حصل إن لقيت الكلام ده جدا. جمهور كتير جدا بيطلب مني إن أنا أطلع كبرنامج طبي نوضح مدى صحة الكلام ده. الكلام ده لأن عظيم لصالح الأطباء، لأن بالذات بتوع الغدد الصماء، لأن السكر هينتشر ويزدهر. فهنبقى سعداء بالكربوهيدرات. انا مستغربه ازاي مريض سكر يمشي على السكريات بس. ده هيبقى سعيد الحقيقه، يعني هيبقى سعد يعني بهذا الكلام. انا ليه قصده ان انا اتكلم في النقطه ورقيات. دي دكتور انا ليه قصده ان انا اتكلم في النقطه دي؟ لانه حقيقي الفيديوهات دي بقت منتشره كتير جدا، والناس بتبعتها لبعض، والناس بدات تتلخبط، والناس بدات تشك في اللي هي اتربت عليه والطريقه اللي هي بتاكل بيها.
وانه الخضروات دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتمنع الاكسده وبتمنع الامراض. ويعني ناس بدات تتلخبط والناس عايزه تعرف الحقيقه. ارجوك يعني مثلا الكلام ده غالبا موجه من يعني حياتك سمعت مجموعة مستفيدين. هو للأسف خارج من دكاترة الحقيقة. لا ده مش طب خالص الحقيقة. ولن يتغير الطب واليقين في التغذية وعلوم التغذية أصبحت واضحة. ما هي المناعة الذاتية اللي أنا بحكي لكم عليها دي من الأول بعيدا عن الديتوكس؟ أنا لسه حكيت لكم الكونسبت وكنا هنحاول نجربه إزاي نعمله في رمضان. هي بس عشان الناس تبقى عارفة الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده هراء هراء رسمي، إجابة واضحة وصريحة. هذا هراء. هذا هراء ومرفوض تماما. التعليقات اللي بتبقى تحت الفيديوز دي بشوفها. لا لا ده كلام مرفوض تماما. أنا خفيت من مرض كذا بفضل علمك يا دكتور. هذا هراء هذا هراء. فأنا ببقى مستغرب، حرام الناس اللي بتقعد تتفرج على الكلام ده وتصدق الكلام ده، والكلام ده يوديها في حته ثانيه خالص. هيظل كثير من الناس يعني نفسها تطلع قدام الميديا وتتكلم وتروج اشاعات. هيظل هذا الكلام، محاولات يعني وتواجد مرفوض الحقيقه. يعني الناس دي ما بتقدمش خير للحياه الحقيقه. لكن يعني اذا قلنا كده سريعا بقى ذكرا الكربوهيدرات، احنا علشان بس بعيدا بس مش بس مريض السكر، في حاجه اسمها جلايسيميك اندكس وجلايسيميك لود. في حاجه اسمها الكتله السكريه اللي هترفع لي السكر مره واحده بشكل سريع حتى لو انا مش مريض سكر، فده قد يؤدي الى مشاكل فيما بعد. وجلايسيميك لود الكتله السكريه اللي انا همتصها حتى ولو ما بترفعش السكر مره واحده في الدم، لكن بانتظام وبتزود لي كتله معامل الاكسده في الجسم. ده رد سريع اجابه. وفي اكلات كده واكلات كده، وده احنا دايما بنحاول ناخد الاكلات اللي ليها اللود بتاعها قليل والجلاسيميك. ده الرد العلمي يعني احنا عايزين نبعد عن الحاجات. لو هناخد كربوهيدرات احنا بناخدها في الاكل اللي انا وصفته لكم من شويه ده. الاكل ده فيه كربوهيدرات بس كربوهيدرات صحي ما بيرفعش. احنا قلنا بلاش عصير بس قلنا خد ثمره. تخيلي ما هو الاثنين شبه بعض، ايه الفرق؟ لو خدت العصير ان الثمره مليانه الياف. الثمره مليانه لو خدت ده هيرفع لي السكر مره واحده سريعا ويسهل لي الامتصاص، فانا زودت الجلايسيميك اندكس. اي نعم الجلايسيميك لود بتاعها واحد اللي هي الكتله السكريه اللي بتديها لي واحده، لكن لو خدتها ثمره افضل. فاحنا في الاكل والخضار اللي احنا بنتكلم فيه ده كله كربوهيدرات. قطعه اللحمه اللي احنا هنحكي عليها ده في جزء منها كربوهيدرات، 7 8 جرام منها كربوهيدرات. فاحنا الاكل بتاعنا متوازن من الناحيه العلميه، سليم ما فيهوش ادنى مشكله من اللي احنا بنحكي فيه ده خالص. طيب التخمر اللي احنا بنتكلم عليه، انا طبعا عايز كل اخواتنا يذاكروا او يعني يقروا. على فكره النهارده بقى كل حاجه نستطيع نصل عليها، بس احنا هنقول لهم ازاي يبحث. في حاجه اسمها الهيومن الانساني مايكروبيوم، الكتله الجرثوميه الانسانيه. ده اهم، ده بيسموه العضو الغائب او مش الغائب، العضو اللي احنا ما نعرفوش، العضو اللي احنا لا نذكره عفوا بس في استخدام اللغه يعني. بيسموه العضو الغير معلوم، ده العضو اللي هو في جسمنا. الكتله الجرثوميه، وزن الكتله الجرثوميه في قولون حضرتك قد ايه او اي انسان على ظهر الارض؟ لا انا مش عارف. ربع كيلو لنص كيلو يعني من وزن القولون بتاعنا. هل يمكن القضاء عليها او تغييرها؟ لو فكرنا في ذلك احنا نفقد المناعه الذاتيه وقد نمرض وقد يصل بنا الامر الى الوفاه. ده اسمه الهيومن مايكروبيوم. طب نقول وظائف القولون سريعا. وظيفه القولون لتنظيم امتصاص الميه. احنا كل كلمه بنقولها عشان ندي الدايت في الاخر اللي احنا عايزين الناس تاكله. وظيفته في النهايه اخر حاجه، اخر وظيفه له، احنا بنبتدي باخر وظيفه، تنظيم امتصاص المياه زي الكلى في الاخر. يعني يمتص المياه من الفضلات، اخر حاجه تتم الخروج منها امتصاص المياه. تصنيع الفيتامينات، تصنيع الفيتامينات عنده مركبات زي اي وكي يقوم بتصنيعهم وفوليك اسيد يجعل الحاجه ويسهل وتكسير الكربوهيدرات. دول اهم حاجتين بس بنعملهم. طيب والمناعه. طب كيف يقوم القولون هذه الماسوره الوحيده اللي هي مجرد تنقل الفضلات ما تم امتصاصه بالكامل فيما عدا المياه من الامعاء الدقيقه
خلاص ده اللي هو مكان الامتصاص الى في النهايه نظريا يبقى ملوش قيمه، ده اللي كنا نفهمه زمان. لكن اهم من اهم الاعضاء للجسد هو القولون لاحتوائه على الكتله الجرثوميه الهيومن مايكروبيوم، وهو ده موجود في اماكن كتير، موجود في الانف، موجود في الفم، موجود في الاذن، موجود في كل فتحات الجسد، موجود على الجلد. هذا الهيومن مايكروبيوم ده اهم مركب لتنظيم المناعه، يعني جزء منه الهيومن مايكروبيوم المناعه الذاتيه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني ممكن تحصل لنا مشكله في المناعه نتيجه ان حصل لنا خلل، لو حصل خلل فيها، لو انا خدت مضاد حيوي. هقف عند الحته دي، انه ازاي ممكن يحصل لنا خلل، لان مدام سناء بقى لها شويه كتير ونرجع نكمل. يا مدام سناء، الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ الله يخليك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت انا عندي السكر. اه بس انا هطلب منك بقى يا مدام سناء توطي التلفزيون خالص. وباخد انسولين. طيب ممكن نوطي التلفزيون يا مدام سناء عشان نسمعك اسرع؟ حاضر. شكرا. ماشي. حاضر. حضرتك انا باخد انسولين ودلوقتي مش عارفه الصيام لما خايفه لا ادوخ او اهبط او السكر يرتفع معايا، فمش عارفه اعمل ايه بالظبط. حاضر، هجاوب حضرتك يا حبيبتي. حاضر، بشكرك يا مدام سناء، بشكرك جدا دكتور. هو سؤال بسيط من حد جميل عايز يصوم وهو بياخد. ربنا بيحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وتنظيم السكر ده محتاج نوع من الوعي، اذا كنت انا مضطر اخد انسولين ولا في هذه المرحله. لو انا سكري منضبط ومشاكلي منضبطه، فانا اثناء الصيام انا يعني مش هاخد غير، احنا عندنا انواع من الانسولين كثيره، في انسولين ممتد المفعول، وفي انسولين سريع المفعول، وفي انسولين متوسط المفعول. فحسب، لو انا السكر منتظم ما عنديش مضاعفات ما عنديش مشاكل بهذا الامر، فانا ممكن اخد جرعه الانسولين اللي هو ممتد المفعول فقط، وما اخدش لا المتوسط ولا السريع الا مع الفطار، او يعني وهاخد ده مع السحور على سبيل المثال عشان ينظم لي ما تم. لكن لو عندي مضاعفات وعندي مشاكل في العين وفي الكلى وفي خلافه، فانا في الحاله دي هاخد هذه الرخصه بتاعت الافطار. يعني في هذه الحته طبعا. طيب نرجع مره ثانيه يا دكتور، احنا قلنا ايه الحاجات اللي ممكن تعمل خلل؟ طب ايه الاكل اللي بيحافظ على الكتله الجرثوميه؟ ايه الاكل بس، ايه في الاول، ايه الحاجات اللي ممكن تعمل خلل زي المضاد الحيوي؟ رقم واحد المضادات الحيويه. انا لو خدت مضاد حيوي اديته في لطفل مش لفتره طويله بشكل مش مظبوط قبل البلوغ، انا بزود فرصه حدوث السمنه ليه لما يكبر نتيجه الخلل وتغيير هذه الكتله الجرثوميه. تخيلي يعني احنا بقى على فكره دي معلومه اول مره، وهذا الكلام على مسؤوليتي. خلل في الكتله الجرثوميه ايضا قد يؤدي الى حدوث مرض السكر فيما بعد. يعني احنا كنا دايما نقول في اكلات محدده مرض السكر يمكن التنبؤ بيه، الوقايه منه والتعايش معاه. طب انا خدته النهارده ابتدى يجي لي اسهال، خدت مضاد حيوي النهارده بعد كده جالي اسهال، في انواع محدده وضروري ان انا اخدها مثلا في امراض بعينها، ده هينشط لي نوع من البكتيريا عايشه عندي اسمها كوليستريديم ديفيسيل. لو ما تداركتش هذا الامر مع الطبيب ممكن ينتهي الامر الى اسهال مدمم، وقد ينتهي الى تسمم دموي ووفاه. انا بس بحكي لكم الخلل في الكتله الجرثوميه قد يؤدي الى ايه بالظبط، يعني بس بالحاجات العنيفه يعني، بس بمضاد حيوي. طيب الاكلات، يعني انا زودت في البصل والثوم، هو الغازات اللي موجوده في بطننا، هقول لكم معلومات شويه غريبه كده عن كلمه الغازات اللي هي مرتبطه بهذه الكتله الجرثوميه والتخمر بتاع الطعام. سكان الكره الارضيه البالغين بعد ما يعني وهم قاعدين كده في اماكن فضوا بطنهم تماما وزي الفل، عندنا 200 سنتي من الغازات موجودين داخل القولون. عندنا في غازات طبعا بتاعه التجشؤ اللي هو الهواء اللي تم بلعه، وفي جزء منه نوع مرضي اسمه سوبرا جاستريك بلشنج، ده مرض نفسي جسماني نفسي، وهواء تم بلعه، ده مش محسوب في اللي احنا بنتكلم عليه. لكن احنا الامعاء الدقيقه ما فيهاش نقطه غازات، ما فيهاش نقطه غاز، الغازات موجوده في القولون 200 سنتي غازات، كل البالغين تخين رفيع عندنا 200 سنتي غازات بعد ما نكون فضينا بطننا. طيب الغازات موجوده على هيئه بابلز ليها كثافه، فاحنا بنسمع لها صوت والبابلز دي داخله زي فقاعات، يعني هذه الفقاعات
بنسمع لها صوت كلما زاد السيرف ستنشن كثافتها او سمكها. طيب في غازات بصوت، في غازات بريحه، في غازات بصوت وريحه، في غازات بدون صوت او ريحه. طيب عشان ده على فكره ده موضوع مهم جدا على فكره وهيهم ناس كتير قوي لان ناس كتير جدا بتعاني منه. بس استاذ مجدي ونرجع لك. اهلا بالاستاذ مجدي. يا استاذ مجدي الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ممكن اسال الدكتور؟ اتفضل طبعا. بس انت طيبين، رمضان كريم. حياتك طيب، ربنا يكرمك يا مجدي. حضرتك يا دكتور، انا عندي القولون فيه انتفاخ، خد حضرتك. وطبعا تعب ركابي، عفوا، كده يعني من السمانه تحت كده لفوق كده حاجه يعني تعب جامد، وبطني ما بتنزلش. لا معلش، في حاجات احنا مش سامعينها يا مجدي. حضرتك يا دكتور، القولون عندي تملي فيه انتفاخ في البطن. تمام، سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. وفي وجع في الركاب مع السمانه في الركاب كده. وجع في في الكف الايد؟ في لا تحت في بطن الرجل؟ اه تمام. اه حرقان كده، حرقان واقفين كده. لا احنا مش سامعين يا مجدي. الصوت بيقطع يا مجدي خالص يا حبيبي. خلاص احنا هنتكلم على الشعور بالانتفاخ. شعور بالانتفاخ بس ده مرتبط بالغازات مظبوط؟ وده اللي هو الناس كلها بتظنه. فاي حد يجي يقول لك انا مريض قولون، عندي غازات، عندي امتلاء، هو الامتلاء مش في الغازات خالص، هو الامتلاء في بيبقى في المعده مع الشعور بالامتلاء، فبس بيسمع معايا في البطن. لو خدت اكله تقيله مش القولون هو المنتفخ، المعده هي المنتفخ. يعني طيب احنا اكيد هنتكلم على الشعور بالامتلاء عشان لكن كده حياتك جاوبته؟ لا ما احنا هنجاوبه دلوقتي، هنجاوبه بقى في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. حياتك قلت انه الغازات ثلاث انواع، اربع انواع. في غازات بريحه، في غازات بصوت وريحه، في غازات بصوت فقط، في غازات بدون صوت او ريحه. اللي بدون صوت او ريحه ده كربون دايوكسيد ونيتروجين، مركبات زي اللي موجود في الخبز الابيض، في الرز الابيض، الحاجات السكر الابيض، كل ده بيعمل غازات بدون صوت او ريحه. الغازات اللي بريحه تحتوي على ماده السلفر. السلفر ده موجود في البقول، في البصل، في الثوم، في اللحم، في البيض، في بعض انواع الورقيات وبعض انواع الخضار. فلو كان هذه الاكلات هنطلع غازات بريحه فقط لو كانها مسلوقه، لكن لو قليناها حطينا فيها نوع من الزيت هذه المركبات هيبقى ليها صوت وريحه، وريحه تختلف شويه لان احنا بنطلع مركبات انلس من الميثين والبيوتين والمركبات اللي هي الغاز الطبيعي. الغازات اللي بصوت فقط، لو الاكلات اللي احنا قلنا عليها بدون صوت او ريحه دي اضيف اليها قلي او حاجه زي كده هيبقى فيها مركب الهيدروجين فهنحس بصوت فقط. فاحنا قلنا ان على ظهر الارض ما فيش حد يقدر يحتفظ باكثر من 200 سنتي من الغازات داخل القولون، لانه ممكن القولون ينفجر. مش هينفجر، بعد كده احنا بنبتدي نشعر ان احنا عايزين نتخلص من الريح ده. يعني احنا عندنا كثافه طبعا هي 210 سنتي بالظبط عشان يكون عندنا نوع من الدقه. بعد 230 240 احنا بنشعر ان احنا عايزين نخرج الغازات. السؤال بقى يا دكتور، ليه في ناس عندها مش عارفه بقى اقول ايه، تكوين الغازات ده بشكل اكبر بكتير قوي من ناس ثانيه؟ في غازات مرضيه، غازات مرضيه دي موجوده للجاياردية، الناس اللي عندهم مرض نوع من الحاجات جاياردييزس، اميبايسز الاميبا، الناس اللي عندهم نزلات معويه، الناس اللي عندهم امراض امتصاص استياتوريا وخلافه، الناس اللي عندهم مش حساسيه اللبن، في ميلك الرجي حساسيه لبن، وفي لاكتوز انتولرنس اللي هو حساسيه اللاكتوز يعني او ما بيهضمش اللاكتوز، فده لو كان الحاجات دي بيبقى عنده غازات زياده. دكتور طول ما حياتك بتتكلم انا عندي اسئله كتير قوي، يعني مثلا حاجه تخص سوء الامتصاص، مرض سوء الامتصاص، وانا ممكن اكون باخد فيتامينز كتير جدا لشعري وبشرتي وضوافري وحاسه ان الدنيا ما بتتحسنش خالص، هل انا ممكن اكون بعاني من مشكله سوء امتصاص؟ لا 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 لا، سوء الامتصاص له اعراض طبيه محدده. ايه هي يا دكتور اعراضه؟ ده اشهر حاجه، الم في البطن، شعور بالامتلاء والانتفاخ ولخبطه، الم يعني مرض، ولكن لما واسهال، وبعدين بنشوف علامات نقص امراض الامتصاص، علامات ليها علامات انه الشعر يبقى جاف جدا. لا 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 لا، مش الشعر ده، مش هبتدي بالشعر، الشعر ده اخر حاجه.
الشعر والبشره ده طبعا جزء مهم، بس احنا هنشوف يعني الناس اللي عندها نقص فيتامين الف لهم اعراض محدده، يعني حتى جلدهم بيبقى عامل زي جلد ناشف جدا جاف، وبيسموه جوس سكين، وعندهم مشكله في القرنيه، الناس الوزة. عندهم خلل ما بقى لم يعد هناك عندنا هذه الامراض. كان الناس عندهم نقص في النياسين، النقص في بي واحد، نقص بي واحد وفجاه خد يعني سكر او مش عارف ايه، ده ممكن يخش في مرض فيرنكس انكفالوباثي، حاجه يعني يفقد الابصار ويفقد التركيز وعنده خلل في حركه. يعني امراض الامتصاص احنا ما بقيناش نشوفها خلل، نقص فيتامين سي. ليه ما بقيناش نشوف امراض سوء الامتصاص؟ ليه ما بنشوفهاش؟ زمان ما كانش عندهم توفر للغذاء، الناس كانت بتاكل مره في السنه. لا هي بتيجي يعني عايز اقول لك ان من 70 80 سنه مش ممكن اكون باكل كويس جدا ولكن جسمي ما بيستفدش بالاكل اللي انا باكله ده عشان ده كلام نظري. لا 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 ما احنا عايزين عندنا علامات، عندنا ليها علامات اكلينيكيه لن تخفى على حد. يعني مثلا اللي عنده مشاكل في امتصاص المرض سيليك، حساسيه القمح، فدول هيبقى عندهم مغص في البطن وعندهم انيميا، وممكن يبقى عندهم ارتفاع في وظائف الكبد ونحافه وما بيتخنش. يعني مثلا بديكي امثله ده هيعتبروه حساسيه طعام. في ناس عندها امراض يعني عدم تعامل مع، فبيكونوا زياده في الغازات، احنا بيسموها فود انتوليرنس. زمان احنا كنا فاكرين ان في نوعيات من الغذاء اسمها فوب ماب دايت دي بتزود الانتفاخ. احنا ادركنا ان الناس اللي عندهم لخبطه في الفوب ماب دايت دول ما بقاش ان التخمر بتاعهم زياده، لا ده عندهم نوع من الخلل في التعامل مع الغذاء ده، يعني بيسموه عدم قدره على التعامل. احنا غيرنا المسمى، احنا يعني من لغايه 5 سنين كنا فاكرينه ان الاكلات دي بتزود الغازات. هي مع اي نوع اكل هو بيبقى عندهم الحاله دي؟ مع حاجات بعينها. طيب الناس دي ليها علاج يعني ممكن ادركنا طبعا في ادويه بتساعد. اصل على فكره ادركنا طبعا ادركنا اصل على فكره دي مشكله كبيره. فزمان كان لما يجي لك حد بتاع انتفاخ بنقول له، انا بس بدي الناس طبعا للاطباء يعني بنقول لهم لا الفوب ماب دايتس دي هنقللها للناس، لا احنا ادركنا ان الفوب ماب دايتس دي اللي احنا بنقللها دي وراها مشكله اخرى. مش هي دي المشكله الجديد. مش هي دي المشكله الرئيسيه. لا ده دور ورا حاجه ثانيه وبنجد لها حلول يعني. لا اصل الناس دي انا اتخيل بس انا مش عايز ادخل الناس فيها قوي علشان دي يعني حته مش فيها جدل، هي واضحه بس لازم احكي لهم بقى تفاصيل الغذاء. بس انا بتخيل ان الناس اللي بتعاني من المشكله دي عندها مشكله طول الوقت، يعني مش تبقى عايشه مرتاحه. ما هو دول بيبقى عندهم مشكله بس دول عددهم قليل جدا عكس ما الناس متخيله، مش عدد كبير خالص في المجتمعات. طيب يعني بس عدد الناس اللي بتتكلم وما عندهاش المشكله دي اكبر، مشاكلهم هي امتلاء غذائي. المشاكل امتلاء غذائي مش حاجه تانية، امتلاء زياده وزن وعدم قدره الجسم على التعامل مع اللي هم السعرات اللي قاعدين ياخدوها. ده احد الاشياء غير اللي عنده مشكله اللي انا اديت لكم مثالها، حساسيه القمح اللي هي الجلوتين. حساسيه الجلوتين هي لما هاكل جلوتين انا الاهداب هتضعف وهيجي لي مشاكل. انا بس اديت مثالين قريبين عشان اللي في النص ده الجدل فيه، مش الجدل يعني الحدوته فيه تفصيليه اكتر. طيب هي ليه انتشرت قوي حساسيه الالبان وحساسيه الجلوتين؟ هي ما انتشرتش ولا التشخيص هو اللي بقى التشخيص هو اللي بقى واضح. والفوب ماب دايتس ده كان من 5 سنين حاجه ومن 3 سنين او مش من 5 سنين من 10 سنين كان حاجه، وادركنا الباثولوجي اللي وراه المشكله العلميه اللي وراها. صحيح. وعلى فكره لما ادركناها ناس كتير قوي اتعالجت وحياتها بقت افضل بكتير لما تفادت الحاجات اللي بتعمل لها. بالظبط العلم بقى واضح وصريح في هذه الامور بهذا الشكل. صحيح. طيب احنا عايزين بقى نتكلم بشكل كده يا دكتور، يعني احنا كل اللي حكيناه ده لسه ما حكيناش رمضان ناكل ازاي. ما هو ده احنا كل اللي احنا عايزين ده كان مقدمه للاكل الصحي اللي المفروض ناكله وكيف نتعامل معاه. احنا عايزين نعرف يا دكتور اول ما المدفع تخيلي بقى دي الحلول السهله، اديني حل سهل. احنا مين قال ان احنا المفروض نفطر ونتسحر بس؟ طيب في ناس قالت افطر واعمل حاجه زي الغداء واعمل زي السحور. ده منطق على فكره. احنا بس عايزين نحكي للناس بقى الفسيولوجي، وفي ناس بتفطر وتتغدى وتتعشى في الايام العاديه. وفي ناس بتاكل وجبتين، في واحد يقول لك انا باكل وجبه واحده بالليل. الحقيقه ده كلام مرفوض، بس احنا لو عايز تعمل اي حاجه في دول احنا موافقين لك على كل اللي انت بتقول عليه ده، بس بشرط ان يبقى الاكل صحي
وتعود نفسك على استطعام الاكل الصحي، يعني الاكل لازم صحي وتعود نفسك على استطعامه، لان الاكل الصحي دايما طعمه مش لطيف. هو دلوقتي الاكل الصحي بقى يتطبخ بطرق لطيفه جدا، ممكن فتخلي طعمه حلو جدا وطعمه يبقى حلو. وما تعديش عدد السعرات الحراريه، احنا مش عايزين منك اكتر من كده يعني، وابعد عن السعرات الخاويه. طيب يبقى من وجهه نظر، طب العلم بقى بيقول لك ايه؟ احنا بنحب الصيام المتقطع، او بنحب الصيام اللي هو شبه صيام رمضان، بنحب هذا الصيام من الناحيه العلميه بعيدا عن صيام رمضان. وبنعمل ايه بره صيام رمضان اللي احنا سميناه صيام متقطع؟ ما ناخده بقى ده الصيام العلمي. احنا لما بنفطر هل لازم ناخد 3 وجبات؟ الاجابه لا، احنا بناخد 7 ل10 وجبات لما بنفطر. لما بنفطر في الصيام المتقطع العلمي. العلمي اللي هو داخل فيه ميه اللي داخل فيه ميه. انا هفطر اشرب، يقول لك اشرب شوربه اول حاجه، اشرب ميه، اشرب عصير. لا ما تعملش الكلام ده، ده ضد اللي احنا بنتكلم فيه. انت ممكن تشرب ميه معقوله. ممكن يبقى اول حاجه لينا طبق سلطه. بعدها طبق خضار، يعني قسمهم بقى على مدار، يعني خلي ده جزء في الـ في الـ في الاداء بتاعك. لو هتاكل عيش يبقى خبز كامل الرده. طبق الخضار احنا محتاجين يبقى 5 انواع خضار بطريقه الطهي مسلوق. واحنا قلنا طبق السلطه ني. طب عايز تاكل بروتين، ممكن البروتين ده يبقى بقول، ومره في الاسبوع يبقى لحوم، فراخ، ارانب، اسماك، مره في الاسبوع ما تخطيش 150 جرام. فانت عندك البروتين من البقول، وعندك الخضار خدت منها كل العناصر، وخدت الخضار ده اللي هو السلطه والخضار. وشربنا ميه، ليه الشرب ما يبقاش ميه؟ ممكن الشرب يبقى شاي. هيقول لك الامتصاص بتاع الحديد بيقل، امتصاص نادر جدا. وللناس عندهم انيميا ممكن ناخد بالنا واعتبرنا، لكن مش كل الناس بنعتد بهذا الامر. لكن هو بنشرب شاي، لكن بنشرب قهوه، مش بعد ساعتين من الاكل. لا لا، الكلام ده مش في الكلام ده اتغير، مش مدركه. لا مش اتغير، هو ده كلام الناس بتقوله من زمان. بعد احنا بس حافظين، بس مش هو ده اللي حافظين الكلام. الشاي ده والقهوه من افضل مضادات الاكسده في الطبيعه. ايوه بس دايما يقولوا ما تاخدوش الشاي بعد الاكل. في حاجه اسمها غير بساعتين. في هيم ايرن ونان هيم ايرن. هو الشاي هياثر على ما يطلق عليه النان هيم ايرن، اللي هو الحديد النباتي اللي هو امتصاصه ضعيف اساسا في المقام الاول. يعني مش لازم نقف عند دي. دكتور يعني ايه اخبار القهوه الخضراء؟ ما عندناش مانع، بس ما تحطليش عليها اضافات، لا تحطيلي عليها مركبات. لا صحتك قلت كل ما تبقى القهوه، كل ما كان النبات رو، كل ما كان رو كل ما هيبقى افضل، هتستفيدي بالبوليفينولز والفلافينويدز اللي موجوده فيه. يعني اخد قهوه خضراء افضل من القهوه المحمصه. وعايز احكي لك ان كل القصه كلها الفيتامينز ليها حاجات محدده، نقصها هو بيساعد على التمثيل الغذائي من الى، فزيادتها ليها اضرار. يعني زياده فيتامين الف له اضرار، زياده فيتامين ب ليه اضرار، زياده النياسين ممكن يؤدي الى فشل كبدي، زياده فيتامين الف ممكن تؤدي الى، او والبيتا كاروتين ممكن يؤدي الى سرطان رئه. زياده فيتامين سي ممكن يؤدي الى حصوات كلى. زياده فيتامين اي اللي هو من اهم مضادات الاكسده اللي احنا بنتكلم عليها وبنستخدمه في الكبد الدهني، ممكن يؤدي الى جلطات وسيوله. جلطات وسيوله يعني حاجه في غايه الغرابه، اللي هو هرمون الاخصاب بيستخدم في الاخصاب. لكن البوليفينولز والفلافينويدز اللي هي موجوده في الورقيات وموجوده في الخس وموجوده في البقول وموجوده في عائله التوت، زيادتها هي دي مضادات الاكسده، هي ده مانع السرطان اليقيني. القهوه نجاحها او ان احنا بنشجعها عشان البوليفينولز والفلافينويدز. حتى الان ما قدرناش نحط البوليفينولز والفلافينويدز هذه المركبات داخل كبسوله كما كنا نظن حتى الان. طبعا العلم ممكن يعملها، ففي الحاله دي هنشجع الناس، لكن مش هنشجع الناس انها تاخد مركبات من الكبسولات الحديد. الشاي الاخضر اخبر وايه دكتور؟ مفيد الشاي والقهوه مفيدين. في كبسولات شاي اخضر للناس اللي ما بتحبش؟ لا احنا نحب ناخد الشاي زي ما هو، بلاش بقى موضوع الكبسولات. احنا مش عايزين المركبات، عايزين ناخد ثمره، عايزين ناخد بيضه مسلوقه. في السحور عايزين ناكل اكل يحتفظ بالميه. ما احنا قلنا اهم فايده للقولون احتفاظ بالميه، ليه ما اكلش حاجه تساعدني على الاحتفاظ بالميه فتره طويله؟ الخيار بيساعدني على الاحتفاظ بالميه فتره طويله، قطعه صغيره من البطيخ. الجسم ما بيخزنش ميه، الجسم لا يمكن ان يخزن ميه، لا يمكن ان يخزن ميه. لكن في القولون الاكل اللي انا هاكله لو هيستمر 7 ل8 ساعات اب تو 10 ساعات عشان يطلع من فتحه الشرج، هيكون تم امتصاص الميه اللي مش هتخليني عطشان.